بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا ذا المنن السابغة والآلاء الوازعة والرحمة الواسعة والقدرة الجامعة والنعم الجسيمة والمواهب العظيمة والأيادي الجميلة والعطايا الجزيلة. يا من لا ينعت بتمثيل ولا يمثل بنظير ولا يغلب بظهير، يا من خلق فرزق وألهم فأمطاق وابتدع فشرع وعلى فارتفع وقدر فأحسن وصور فأتقن واحتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطى فأجزل ومنح فأفضل. يا من سما في العز ففات نواظر الأبصار ودانا في اللطف فجاز هواجس الأفكار. يا من توحد بالملك فلا ند له في ملكوت سلطانه وتفرد بالآلاء والكبرياء فلا ضد له في جبروت شأنه. يا من حارت في كبرياء هيبته دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون إدراك عظمته خطائف أبصار الأنام. يا من عنت الوجوه لغيبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خيفته. أسألك بهذه المدحة التي لا تنبغي إلا لك وبما وأيت به على نفسك لداعيك من المؤمنين وبما ضمنت الإجابة فيه على نفسك للداعين. يا أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأسرع الحاسبين. يا ذا القوة المتين صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته واقسم لي في شهرنا خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة في من ختمت وأحيني ما أحييتني موفورا وأمتني مسرورا ومغفورا وتول أنت نجاتي من مساءلة البرزخ وادرأ عني منكرا ونكيرا وأرع عيني مبشرا وبشيرا
واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا وعيشا قريرا وملكا كبيرا. وصل على محمد وآله كثيرا.